أسألك دين الدولة في فنلندا شنو؟ ما أجاوبك، الدولة ما إلها دين، ما إلها دين، الدين مو دولة، الدولة ما إلها دين، دين شيء شخصي، علاقتك وعلاقتك بين وبين السماء. شلون هسه بالدستور العراقي، بالدستور العراقي يقول دين الدولة الإسلام. أوكي، بس الدول العلمانية عندها قوانين علمانية على أساس المواطنة الحقوق بين الرجل والمرأة متساوية. أنا أقول آن على آر على البشرية 2022 أنا أميز فقط لأن أعضائي التناسلية ولدت بأنثى، للأسف بالصدفة البحتة ولدت بأنثى بأعضاء تناسلية. من اللي دا يميز؟ من اللي دا يميز؟ أنت تعرف من اللي دا يميز؟ مجتمعات. لا أنا أريدك تقولي لي بين الرجل والمرأة. اي من اللي يميز بين الرجل والمرأة؟ القوانين العراقية تميز، الشريعة تميز، الديانات ميزت. لا لا جوان، الديانات ميزت، الديانات ميزت. خليني اكمل. تفضلي تفضلي، ما قاطعك. تفضلي. انا طبيبة صراحة، يجيني حالات حتى في فنلندا قاعدة، يجيني حالات عراقيات عندهم عنف صحي يا استاذ قحطان. اذا وحدة تجيني عراقية عندها اربع ولادات وعدها تليف في الرحم، اقول لها عزيزتي لازم طالعين لازم نستأصل الرحم ماتج، ده تقولي الدكتور عندي ابن واحد وعندي ثلاث بنات، زوجي ما يقبل لي، ما يقبل استأصل الرحم، عندها سرطان بالرحم، عندها تليف صار بيها سرطانه وفقدت حياتها، هذا مو عنف على المرأة؟ مو سلطة الرجل والمجتمع والعشائر على جسد المرأة؟ من نجي على قضية المرأة رأسا تنشر على الديانات وتجي كل الديانات السماوية، زين أنت من تنصب ماكو دين. من تبوك ماكو دين، من تاخذ ثروات الدوله ماكو دين، من اكو فساد ماكو دين، زين الشوارع ما مبلطه ماكو دين، ماكو خدمات اجتماعيه ماكو دين، ماكو صحه ماكو دين، بس من نجي على قضيه المراه وجسد المراه وحقوق المراه راسا تطلع كل الكتب السماويه وكل الديانات تجي بوجهنا، عوفونا عوفونا، دينكم لكم لنفسكم، عوفوا النساء تعيش. انتم اجوان اجوان، انت لمن تقولين عوفونا؟ انت ما تريدين تقولين عوفونا، انت كمرأة بدون الديانات كلها معتمدة عليك. اوكي، الديانات معتمدة علي، انا شنو معتمدة علي؟ الديانات تاخذني فقط لتستغلني. المن للتكاثر؟ فقط تستغل، يعني تاخذ المرأة قارورة، انت لا تقولي لي استوصي بالنساء يخروا، انت قارورة، انا مو قارورة، انا ما اريد اكون قارورة. لا شو تريدين؟ كل أريد أكون إنسانة معززة مكرمة مستقلة.